السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باراجراف النهاردة هنتكلم عن موضوع المتحف البريطاني The British Museum. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. The British Museum is the oldest public museum in the world. المتحف البريطاني هو أقدم متحف عام في العالم. يبقى هنا بدأنا الباراجراف بتاعنا بتعريف المتحف البريطاني وقلنا أنه أقدم متحف عام في العالم. British طبعا معناها بريطاني, Museum متحف, is هو oldest أقدم, public معناها عام, museum متحف, in the world في العالم. It is in London. إنه موجود في مدينة لندن. It was the first national museum. لقد كان أول متحف وطني to cover all fields of human knowledge. لكي يغطي جميع مجالات المعرفة البشرية. يبقى هنا بنقول أن المتحف البريطاني هو أول متحف وطني يغطي جميع مجالات المعرفة البشرية. It was يعني هو كان. It ده ضمير بيعود على the British Museum, المتحف البريطاني, عشان مش كل شوية هكتب British Museum فكتبنا it. First معناها الأول, national وطني, museum متحف, to an cover يغطي, all جميع, fills مجالات, human معناها البشر, knowledge المعرفة, human knowledge المعرفة البشرية. It is a very popular tourist place. إنه مكان سياحي مشهور جدا. يبقى هنا بنقول أن المتحف البريطاني هو مكان سياحي مشهور جدا. It is visited by millions every year. يتم زيارة المتحف البريطاني من قبل الملايين في كل سنة. يبقى هنا بنقول أنه يتم زيارته من قبل الملايين في كل عام. It is visited يعني يتم زيارته, by من قبل, millions الملايين, every year يعني كل عام أو كل سنة. The museum has the biggest collection. المتحف فيه أكبر مجموعة of Egyptian objects outside Egypt للقطع المصرية خارج مصر. يبقى هنا بنقول أن المتحف البريطاني يضم أكبر مجموعة للقطع المصرية خارج مصر. ميوزيوم قلنا المتحف, has بمعنى فيه أو لديه أو يضم, biggest أكبر, collection مجموعة, Egyptian معنى مصري, objects القطع, outside يعني خارج Egypt مصر. The museum is interested in art. يهتم المتحف بالفن, and human history, والتاريخ البشري. يبقى هنا بنقول أن المتحف البريطاني يهتم بشيئان, الفن والتاريخ البشري أو تاريخ الإنسان. There are a lot of ancient stones. هناك الكثير من الأحجار القديمة. يبقى هنا بنقول أن هناك في المتحف الكثير من الأحجار القديمة. Ancient معناها قديم, stones أحجار, a lot of الكثير من أو العديد من. The writing on the stones, الكتابة على الأحجار, are in three different languages, هي بثلاثة لغات مختلفة. يبقى هنا بنقول أن الكتابة على الأحجار بثلاثة لغات مختلفة. Writing, الكتابة, on, على, the stones, الأحجار, are, هي, three بمعنى ثلاثة, different, مختلف, languages, لغات. This allowed people, هذا سمح للناس, to understand ancient Egyptian history, لكي يفهموا التاريخ المصري القديم. يبقى هنا بنقول أن الكتابة على الأحجار بثلاثة لغات مختلفة سمح للناس أن يفهموا التاريخ المصري القديم. This معناها هذا, allowed سمح, people الناس, to an, understand يفهموا, ancient قديم, Egyptian history التاريخ المصري. There is also the great court. هناك أيضا المحكمة الكبرى. يبقى أيضا موجود في المتحف البريطاني المحكمة الكبرى. There is معناها هناك, also أيضا, great معناها كبير أو عظيم, court محكمة. It has a glass room. إنها فيها غرفة زجاجية. يبقى هنا بنقول أن المحكمة الكبرى فيها غرفة زجاجية. It is very important and popular. إنها مهمة جدا ومشهورة. يبقى هنا بنقول أن المحكمة الكبرى مهمة جدا ومشهورة. In my opinion, في رأيي, the British Museum is a nice museum. المتحف البريطاني هو متحف رائع. أنا هنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول وفي رأيي أو من وجهة نظري أن المتحف البريطاني هو متحف رائع. The British Museum is the oldest public museum in the world. It is in London. It was the first national museum to cover all fields of human knowledge.
It is a very popular tourist place. It is visited by millions every year. The museum has the biggest collection of Egyptian objects outside Egypt. The museum is interested in art and human history. There are a lot of ancient stones. The writing on the stones are in three different languages. This allowed people to understand ancient Egyptian history. There is also the Great Court. It has a glass room. It is very important and popular. In my opinion, the British Museum is a nice museum. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع المتحف البريطاني The British Museum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.